السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد الأخوة بيسأل لو أنا عندي عمود إنشائي في قلب الغرفة وأنا عايز أعمل فينش جواها. على سبيل المثال لو أنا عندي مثلا هوت من استراكشر هقول له أنا عندي كولوم، ده العمود اللي موجود في تمبليت، هقول له لود فاميلي واختار استراكشر كولوم كونكريت هوت، وهقول له خليه الهاي لليفل 2 وعندي اهوت اهو، وعندي مثلا عمود في النص اهوت، وعندي وول اركتكتشر وول اعملها لحد ليفل 2 تمام، وهقول له ان الحيطه ديت خليها من الفينش طيب. لو انا عايز اعمل الفينش ممكن اجي اقول له وول واختار وول تكون رفيعه خالص مثلا ديت اهيت، وهقول له ديت هتبقى مثلا عباره عن جيبسون بورد اوكي، والحته الرفيعه دي هي اللي همشي بيها بالشكل دوت فينش، وطبعا همشي على العمود بالشكل دوت ده على سبيل المثال تمام. طيب ده على سبيل المثال اقول له كنترول زد وبرضه هلف حول العمود دوت. في اداه كويسه جدا ممكن توفر علينا وقت كتير من ادنس، هنلاقي هنا سكيرتنج روم. طيب دلوقتي هروح للاركتكتشر واقول له انا عايز اعمل روم، تقدر تحط الروم مثلا بالشكل دوت، وممكن يبقى عندك اكتر من روم في المشروع بالشكل دوت. طيب كل اللي عليك بقى بعد كده تروح للادنس روم وتقول له انا عايز اعمل سكيرتنج بورد او فلور فينيش اهوت، خلينا نقول له سكيرتنج، وابدا اختار الحته اللي انا عايزها واقول له اوكي، هو اوتوماتيك هيعمل الفينيش اهوت زي ما انت شايف لكل حوض حتى العمود اللي موجود هنا. فده بيوفر لي وقت كتير وبالذات لما يكون عندي مشروع كبير.